توني متعلم حركة بالآيفون الحين أعلمكم إياها. مجرد ما السيارة تحرك ما يوصل لك ولا مسج ولا توصل لك ولا مكالمة. لما توصل المكان اللي أنت رايح له كل المسجات والمكالمات راح تيك وتعطيك تنبيهات إن فلان دزك مسج النزاع. بس طالما السيارة قاعد تمشي ما يوصلك ولا شيء. وأنا يوصلني اللي أنا داق عليك يوصلني إن فلان قاعد يسوق. خلي يوصل ويكلمك. أنا غيرت تليفوني عربي عشان تشوفون. الدش الإعدادات بعدين طال عمرك هذه العلامة عدم الإزعاج بالإنجليزي نو سكرايك بار ما شنو الطق. تسوي عدم الإزعاج تفعلها أول شيء. بعدين تنزل تحت مكتوب هذه تنشيط ما شنو المكالمات الواردة يكون الدش هني الطق تلقائي سوري تلقائي وتطلع. بس طال عمرك الحين شوف شنو يصير. اوكي بمشي بالسياره وتشوفه دق شوف عين السياره قاعد تمشي تليفون ما في شيء عندك فلايت بسرعه خلينا نزل سناب هذا ها ساكت تليفون شوف شنو وصل لي شوف ان السياره قاعد تمشي. هذه السالفه موجوده بكل الايفونات القديمه والجديده. التليفون فيه سنسر من تمشي بالسيارة يكفل خلاص ما يوصلك شيء إلا لما توصل المكان اللي تبيه.